انا اروح بس اعمل حاجة. تمام، هنبدأ دلوقتي بمراجعة أهم الـ expressions و الـ phrasal verbs في منهجنا اللي هو English World 8 اللي هو تاني إعدادي. طيب، أول في unit 1 كان عندنا بعض الـ expressions اللي قدامنا دي. I bet، I bet يعني أنا أراهن، أما يقول لك I bet he arrives late، أنا أراهن إن هو هيوصل متأخر. he always does، هو دايما بيعمل كده. I wonder بيبقى معناها أنا أتعجب أو أنا أتساءل who that woman over there is، مين الست اللي واقفة هناك دي. في expression كمان you are joking، أنت بتهزر. you say she got married at the age of 16 only، أنت بتقول إنها اتجوزت في عمر 16 سنة. you are joking، أنت أكيد بتهزر. expression كمان وغالبا ده بيجي كتير في الامتحانات I am not really into. I am not really into هو ده الـ expression بتاعنا، معناه keen on. keen on يعني متحمس لحاجة، زي ما يقول لنا I am not really into canoeing. canoeing اللي هو نوع من أنواع ركوب القوارب الرفيعة كده، بيقول أنا مش متحمس لركوب القارب ده. absolutely اللي هو بالتأكيد، يعني بيقول لك it's a good idea isn't it، دي فكرة كويسة مش كده. فرد عليه قال له oh absolutely، أيوه بالتأكيد. wait and see، انتظر وسترى. we'll have to wait and see what happens، احنا لازم يجب علينا ننتظر وسنرى ماذا يحدث. آخر expression keep your fingers crossed، خلي صوابعك معقودة. ثواني keep your fingers crossed يعني الحركة اللي هي قدامنا ديت عارفاها. شايفينها دي بيقولوها أو بيعملوها عشان يتمنوا الحظ الجود لك، الحظ الكويس. أوكي ماشي، بيقول لنا هنا keep your fingers crossed، المثال اللي عليها I'll keep my fingers crossed، أنا هخلي أو كده for you، هتمنى لك الحظ الكويس in your exam في امتحان. وأنا بقول لكم I keep my fingers crossed for you tomorrow إن شاء الله. طيب عندي exercise صغير كده هنبدأ نحله مع بعض. are you ready محمد؟ Yes. Okay, we will start with you. Can you read for me, please? زمالك بين برشلونة 4-0.4-0. You must be joking. Joking، أكيد أنت بتهزر. تمام، حالة number two. It's a hard time, but we should keep our fingers crossed. تمام، هو وقت صعب ولكن بنتمنى طبعا، أو keep our fingers يعني بنتمنى الحظ الكويس. number three محمد. How about having a rest? I am fine. ايه رأيك في ان احنا ناخد ريست او راحة؟ هتبقى I'm fine ازاي؟ Absolutely. absolutely اكيد بالتأكيد، انت موافق على الاقتراح. اوكي absolutely yes. حالة number four. I can bet that الأهلي will win the cup. تاني واحدة. اوكي تاني واحدة بيت، هنا انا اراهنك ان الاهلي هيفوز بالكاس. اوكي Win the cup. محمد. It is the final and the Malik will win. Just wait and see number two. number two بس استنى بس وهتشوف. مش number six. We see if he can come early one day. We wonder. We wonder، احنا بنتعجب او بنتساءل اذا كان هو هيجي يوم بدري او مرة هيجي بدري. محمد. Will you really the sport in into into، are you really into يعني هل أنت متحمس لهذه الرياضة؟ تمام،
طيب خلونا نروح لجزء تاني. طبعا الاكسبريشنز دي مهمة. طيب كبر الفونت شوية. اوكي، في يونت 2 كان عندنا بقى، بدأنا في الفريزل فيربس، ودي اللي هي شوية بتكون أصعب. طبعا احنا عارفين كلمة فريزل فيرب عبارة عن فعل منضاف لحرف الجر، وده بيتغير معناه كله، فالفعل معناه بيتغير. زي مثلا فيرب كام، كام احنا عارفينه ان هو يأتي. طيب بيقول أيوة. لك نعم. لا ولا حاجة ولا حاجة. طيب come apart بيقول لك معناه come into small pieces، يعني بيصبح أجزاء صغيرة، أو زي ما كتب لك يتجزأ come apart. come from بيقول لك اللي هو يأتي من، دي سهلة، جاي من the place a person is brought up، بس مش معناها جاي قادم يعني ماشي، لا come from يعني منشأه من، أو متربي أو نشأ في مكان معين يعني. أقول لك come from upper Egypt يعني هو اتربى في الصعيد مصر مثلا. come by، come by بيقول لك manage to get something، يعني قدر يحصل على شيء that is rare، حاجة نادرة or difficult to get، أو صعب الحصول عليها، معناها نالة أو حصل على بس بصعوبة يعني. come across هنا بقى يعني meet by chance، بيقابل شخص صدفة. شايفين المعاني بعيدة خالص عن ال 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 عن بعض. اه come up، come up you get close to someone اللي هو يقرب من شخص ما، وهنا بيقول لك يبتكر، بس هو عموما المعنى الانجليش هو الاصح. يبقى تاني come apart يعني يتجزأ، يجزأ حاجة يقطعها الى pieces. come from يعني نشأ من او جاي من بيئة معينة. come by يحصل على حاجة بصعوبة. come across يقابل شخص صدفة. come up اللي هو يقرب من شخص. تمام، خلينا نجرب كده نحل على الفريزر فيربس دي. يلا نبدأ بمحمد. read number one. That's a rare stamp of gut. How could you come it rare stamp تبقى come boy come by اللي هو يحصل على شيء بصعوبة. come by it حصلت عليه ازاي. number two حلا. The man over there looks a stranger. I wonder where he comes from. comes from جاي منين، وشكله غريب الراجل ده جاي منين. ماشي محمد. While we were touring the city, we came an old market. Across come across اللي هو ايه، يقابل صدفة. ماشي قابلنا صدفة come across an old market. ماشي You must be careful when you fix this machine. It has a great number of pieces come apart. come apart اتفتتت او اتقطعت الى اجزاء. ماشي ثواني ارفع جزء اوكي ثواني هنا. ماشي محمد. An old woman came and asked me for help because she lost her money, all her money. اوكي Come up. كم اب اللي هي قربت مني، امرأة عجوزة قربت وسألتني، قربت مني وسألتني على فلوس أو المساعدة إيه. طيب طبعا الحاجات دي ما فيهاش ذكاء زي الجرامر، هي فيها إيه، حفظ، فلازم نحفظ الفريزال فيربس دي، لازم نحفظ معانيها. تمام طيب ده الفريزال فيربس اوف من فعل كام. تعالوا نشوف حاجة تانية بس عندي الأول في اليونت دي برضو، بعض الفريزز أو الإكسبريشنز.
بيقول لك for ages يعني لمدة عصور. I haven't heard from my cousin for ages. أنا ما سمعتش أخبار من ابن عمي لمدة عصور، يقصد مدة طويلة يعني. loads of stuff يعني حمول من الأشياء. بيقول لنا there are loads of stuff on shelves، في حمولة من الأشياء أو كمية كبيرة من الأشياء على رفوف at the department store في الستور ده أو في المتجر ده. no chance يعني ما فيش فرصة. بيقول لك perhaps your mother will give you the money، يمكن مامتك تديك الفلوس. فبيرد على قال له no chance يعني ما فيش فرصة، مش ممكن يعني، حاجة مستحيلة. what a pity بنقولها في حالة الشفقة. بيقول لك Sarah left 5 minutes ago، ده سارة لسه ماشية من 5 دقايق. oh what a pity يعني في حالة الحسرة أو الشفقة يعني، ما لحقهاش يعني. good heavens يعني زي يا إلهي كده. good heavens is that the time، ما هل هذا هو الوقت اللي هيحصل فيه حاجة معينة؟ طيب نبدأ نحل على الـ expressions دي. نبدأ محمد. We can store loads of stuff in this place. in this place طبعا هو طبعا هو غلطان فيها اصلا. هنا دي staff مش stuff اللي احنا واخدينها فوق، اه المفروض تبقى لان staff اللي فوق دي معناها اشياء، لكن staff دي فريق عمل، فالمفروض دي تبقى باليو. تمام. المفروض نصلحها يعني، بس it's okay. يلا حالة نمبر 2. heavens is that our friend Ahmed آه good يا إلهي، هو ده صاحبنا أحمد؟ اتغير مثلا. أني جود فيهم طبعا دي جات، وإحنا كل هنختار واحدنا تاني واحدة. أوكي جود جود هيفنز نمبر 3. my friend had a bad accident what a pity اللي هي تاني واحدة وات بيتي يا بتتقال في حالة الشفقة. ماشي حلو. زمالك والوين زمالك win the cup no chance no chance، حاجة مش أكيد، مش حاجة مستحيلة يعني، ما فيش فرصة يعني إن الكلام ده يحصل. محمد we haven't gone to this place for ages for ages ما رحناهوش لمدة عصور. تمام لحد كده ده مفهوم. طيب أنا هبعت لكم برضو بعد ما نخلص الفايل ده عشان نطبعه ونحفظ منه الكلمات اللي عندنا دي. طيب صغر بس. طيب احنا سيت اوف دي كنا واخدينها قبل كده ما هو المفروض كله متاخد، انا مصور من يونت 1 كل الحاجات دي المفروض من يونت 1، بس انا حاططهم ورا بعضهم فاهمة يعني. انا مصور من 1 to 6 كل الفريزل فيربس او الاكسبريشنز اللي عندنا. طيب set في حروف جر مختلفة. set off معناها start a journey، يبدأ رحلة. set in معناها begin and can continue for a long time. هو طبعا دي تختلف عن دي set off مرتبطة بالرحلات، بداية الرحلات، لكن ان انا أبدأ اعمل حاجة وهستمر فيها لوقت طويل هقول set in. اوكي set about بيقول لك start doing something اللي هو بدأ أو شرع في عمل شيء. دي ما فيهاش معنى الاستمرار لوقت طويل. هي start about set about معناها start، بس ممكن ما يبقاش فيها معنى الاستمرار for a long time زي sit in. set up دي شوية مميزة. set up اللي هو يؤسس، أو حتى إحنا بنقولها على في الكمبيوتر set up، يعني اللي بنقولها عليها بالعربي سطب شيء. عارفين الكلمة دي؟ يسطب برنامج أو يسطب بتكتب أبليكيشن، معناها لا اللي هو معناها أورجنايز، ينظم أو أرينج، يرتب حاجة. تمام؟ فدي أكثر واحد أكثر حاجة مميزة. سيت أوت فيها ميك بلانز، فيها صنع الخطط. أوكي؟ سيت أوف مرتبطة بالجيرني، of and journey يبدأ رحلات، sit-in يبدأ begin. حاولوا تربطوها شوية، journey مثلا فيها او الاوف
of below in begin okay set about يبدأ start about and start يبدأ عمل شيء set up دي خلاص مميزة بالابليكيشن أو يأسس شركة أو ينظمها يعني set out أو تخليها مثلا قريبة من plans مثلا يعمل خطط تيجي نجرب بقى نحل عليهم We would like to set out a new plan to finish our work as the old one did not work. طيب انت out and plan على طول اوكي ماشي حلقة نمبر 2 We decided to set a the offices for the new employees. ينظم او يرتب حاجة Set up. set up اوكي محمد It looks as if the rain has set. Let's hurry back home. حاجة بدأت And then وهتستمر الوقت المطر ممكن يقعد وقت كتير يبقى sit ست in. ايه ست ان اوكي Okay. المطر بدأ وأكيد When we arrived at the new house, we set our unpacking our belongings. unpacking اللي هو باك يعني يعبي الشنط مثلا unpacking اللي هو يفضيها ها فبدأنا نفضي الشنط سيت ايه It's about. سيت اباوت بدأنا عمل حاجة اوكي محمد We would like to set a tomorrow early to reach the town by noon. يعني دي رحلة يبقى سيت ايه Off. سيت اوف اوكي ماشي نحاول نربط الفريزل فيرب بحاجة مميزة من الديفينيشن علشان تبقى المعنى أوضح وما ننساهوش أنا عارف إن هو رخمة بس خدوا بالكم إن هما عندهم دايما الفريزل فيربز دي أكتر استخداما من الأفعال العادية فهما في كلامهم دايما بيستخدموا الفريزل فيربز أكتر يعني ما يروحش يقول begin وستارت والكلام العادي ده فاهمين؟ فحفظها مهم ليكم بعيدا عن الامتحان يعني. طيب نروح على حاجة تانية في يونت 4 كان عندنا phrasal verb تاني ثواني أكبر الصفحة شوية اللي هو hang Are you ready؟ Yes. طيب hang يعني المعنى العادي اللي هو يعلق حاجة hang my shirt مثلا طيب تعالوا نشوفها بقى مع الحروف الجر دي المعنى هيختلف ازاي بيقول لنا hang on معناها to stop for a while ينتظر لوقت او يتوقف لفترة وغالبا بتتقال مثلا يعني استنى الحاجة عموما هنشوف مثال انا ما عنديش مثال في ذهني دلوقتي هنشوفها في الـ في الـ في الـ في التشوز تحت هانج اراوند دي معروفة لما تيجي تخرج مع اصحابك ما بنقولش جو اوت اند ووك والكلام العادي ده لا على طول بيستخدموا هانج اراوند هانج اراوند معناها spend some time somewhere اللي هو يتجول نلف شوية زي ما بنقول بالعربي مع الاصدقاء هانج اراوند يلف اوكي نعم. هانج باك معناها ايه not to say or do something because you are shy or afraid إن أنا بتأخر شوية أو بتخلف عن الآخرين أو ما بقولش الحاجة أو ما بعملهاش عشان أنا شوية خجول أو خايف فدايما ببقى متأخر عن الآخرين hang onto معناها keep something يعني يحافظ على شيء ما أو بمعنى عربي شوية يتمسك أو بيرفض التخلي عن الشيء ده بيتمسك بيه أوكي هانج أب دي معناها دي الكومون أكتر واحدة مشهورة فيهم اللي هو تو فينيش تليفون كونفرزيشن بينهي مكالمة تاني يبقى هانج أون اللي هو ستوب فور وايل وعلى فكرة أنا الـ 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 أنا ممكن على التليفون لو أنا هقول لك إحنا بنقولها هولد أون ممكن برضو تعتبر نوع من انواع الهانج اون انا بخليك استني شويه على التليفون لحد مثلا ما انده محمد من اوضته هانج اون هانج اراوند قلنا يلف او يتجول مع الاصدقاء
هانج باك اللي هو يتخلف عن الآخرين بسبب إنه خجول مثلا، هانج انتو اللي هو بيتمسك بشيء وبيرفض التخلي عنه، هانج اب ده خلاص بيقفل المكالمة. تمام، نبدأ. محمد، I had to do off my shoes, so I had to hang on. طيب دو اب هو قايل لنا اهو يعني اربط الشوز بتاعي. طيب انا هربط الشوز بتاعي، سو اي هانج اون. هانج اون يعني Stop for a while. ايه؟ To stop for a while. طيب to stop for a while. اوكي ماشي، اوكي سوري، مش تمام. اوكي نمبر 2 حلا. I wanted to ask the boss some questions, but I preferred to hang aim not to arouse her anger. دي سهلة خالص. واحد عايز يعمل حاجة وخايف عشان ما يثيرش Hang غضب back. هاند ايه؟ هاند باك. Hang اوكي back. اوكي الصوت بيروح مش عارف. ماشي نمبر 3 محمد، ثواني ارفع. طب ثواني، ويت ا مينيت. اوكي محمد، اوكي ماشي نعم قول. Dad hang on to his old car. He doesn't want to get rid of it. عايز اقول هو ايه، مش عايز يتخلى عن سيارته القديمة، يبقى ايه؟ Onto انتو متمسك. داد هانج انتو يعني متمسك بسيارته القديمة. ماشي نمبر 4 حلا. My friend made me very nervous during her phone call that I had hung before listening to her. explanation قبل ما اسمع شرحها، وللأسف جايب ال two up في الاختيارات. طبعا نرفزتني او صديقتي نرفزتني، فقفلت او نهيت المكالمة قبل ما اسمع شرحها. طبعا احنا لسه ما حفظناش، اجيب لك الكلمات فوق لو نسيت المعنى. Hang around. هو كان فيه ميت اب و طب اب ماشي، طب سيبك من الاختيارات اللي تحت، اختاري من الجدول اللي قدامك مين فيهم اللي تنفع. اب صح. اوكي ماشي، يبقى طبعا هانج اب هي اي واحدة فيهم بقى؟ طبعا هو في واحدة زيادة، اخر واحدة محمد. hang around. I had an hour before the meeting, so I had to hang around هانج with some اراوند، friends in the shops nearby. جميل جدا. يبقى هانج اراوند اللي هو الف شوية مع اصحابي. تمام، برضو لازم نحفظ الحاجات دي، ما لان زي ما انتم شايفين مش هينفع اجاوب بدون حفظها. تمام، طبعا انا عندي هنا يونت 5 and 6 واحنا لسه ما خدناهمش، فاحنا كده كده مش هنقراهم، نبقى بعدين نراجعهم. تمام اوكي. تمام.